or me. يعني الحمد لله اليوم تم إعادة افتتاح بروسة العميد. احنا بنتأمل ان نقدم لجمهورنا الحبيب في طول كرم واهلنا الزائرين افضل انواع الدجاج المقلي البروست، وكمان في عندنا تشكيلة سندوشات كتير بننصحكم بانكم تجربوها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله إعادة افتتاح مطعم العميد فرايد تشيكن بإدارته الجديدة واطباقه المتنوعة. أهلا وسهلا بالجميع.